الكدب ملوش رجلين، بس وصفتنا النهارده تستاهل نكدب فيها كدبه بيضه. النهارده هنعمل حمام كداب. تعالوا نشوف هنعمل ازاي مع بعض الحمام الكداب ابو كدبه بيضه. بصوا بقى، في وصفه الحمام الكداب دي احنا بنجيب ايه؟ بنجيب ورك الفرخ، بنجيبه من عند الراجل مخلي، تقولي له انا عايزه اخليه علشان هعمله حمام كداب. طب يا ستي انا عندي وراك وانا عايزه اخليها بقى في البيت، اعمل ايه؟ هروح جايبه الورك كده، وبعدين بيبقى فيه هنا العظمة الكبيرة، بشيلها بالراحة واسلكها بالسكينة كأني بقشر موزة كده الكبيرة، وبعد كده بلاقي هنا في عظمة تانية. احنا لازم الجلدة دي تفضل موجودة عشان واحنا بنقفل على الحمامة، بس استنوا بس. وبعد كده بلاقي هنا في عظمة تانية، بفضل اقشرها كده كأني وانزل بيها كأني بقشر موزة، لحد ما توصل لحد القرقوشة اللي عند الدبوس. اوصل لعند الحته دي اروح اطمها بايدي، وبعد كده اجي عند العظمه اللي عند الدبوس برضو، وافضل اكحت فيها كده في اللحم بالراحه لحد ما اخليها خالص. اهم حاجه ان انا اسيب بقى ايه الحته اللي تحت دي، عشان دي بتبقى شبه كده الرقبه بتاعه الحمامه عشان الكذبه تبقى مظبوطه. تعالوا بقى نشوف هنكمله ازاي. وقبل ما اشتغل في الفراخ بتاكد ان انا غسلتها كويس ملح وليمون ونقعتها شويه وشطفتها ونشفتها خالص، وهي بقت نظيفه معايا، حتى ريحتها مفيش فيها اي ريحه زفاره. هتبلها بايه؟ بصلايه جبتها فرمتها واخدت الميه بتاعتها وسبت الفرم معايا عشان هحتاجه، فدي بصلتين مفرومين اخدت الميه بتاعتهم، هنزل بيهم وملح ومعلقتين صغيرين ملح ومعلقه صغيره او نص معلقه صغيره فلفل اسود. انا في الوصفه دي مش هحط غير ملح وفلفل اسود، ادعكهم في بعض كويس وميه البصل تدخل كويس هي والملح والفلفل الاسود. انا مش هحط اي بهارات تاني، ملح وفلفل اسود بس وميه البصل، وهسيبهم بقى حوالي نص ساعه كده في التتبيله دي لحد ما نجهز الرز اللي هنحشي بيه الحمام الكداب. دلوقتي بقى انا جبت كوبايه رز منقوعه، هنزل بيها ومعايا البصلتين المبشورين اللي انا خدت ميتهم هحطهم برده، وده ربع كيلو كبده فراخ هحطها على الرز والبصل، واخر حاجة هحطها رشة ملح وكمان رشة فلفل اسود نص معلقة كده. اوكي، وحاجة اساسية بقى نص معلقة سمنة على الكلام ده كله، وقلبته بقى كله مع بعضه، ويلا عشان نحشي الحمام الكداب. وجبت حلة حطيتها على النار، حطيت فيها مية عشان تغلي، مية غليت اهي، هحط فيها جزراية متقطعة مكعبات وبصلاية متقطعة مكعبات وكمان عود قرفه ولق روله وحبهان، رشه فلفل اسود صغيره، وكمان رشه ملح. مش هحدق بقى لان احنا حاطين ملح في الرز وملح في حمام الكداب، واسيبهم يغلوا كويس لحد ما نخلص حشو الحمام الكداب بتاعنا. بصوا بقى، بصوا كده اهي اتبلت، انا طلعتها من التتبيله شويه ريحتها جميله وزي الفل. هجيب معلقه من الرز الخلطه اللي انا عاملاه بالكبده واحط كده وجبه كده، محشيش قوي بقى، محشيش قوي ليه؟ ادخل بس هنا جوه كده عشان ما ينفجرش مني، ادخل بس من هنا كده جوه اهو، بصوا ادخل كده جوه عند الحته دي بتاعت الدبوس، شفتوا اتملت ازاي؟ ومن هنا اهو كده هاخد حبه كمان عشان محتاج يعني ايه ما اخليهوش كتير الرز، وبعدين اقفل بقى ده كده على بعضه اهو، اقفله كده. وتعالوا نشوف بقى ايه هنقفله ازاي الحمام الكداب ده. بصوا بقى، في الحمام الكداب ده في ناس بتقفله بخله سنان، وفي ناس بتجيب الخيط وتلفه عليه. انا بقى ما بحبش اعمل كده، مش هو كداب، انا هعاقبك، انا هعاقبك وهعمل لك عمليه جراحيه دلوقتي. فانا بقى هخيطه زي ما كانت تيتا بتعمل زمان في البطه والفرخه قبل ما خلل السنان دي ايه تطلع ونقعد نقفل بيها. فانا هجيبها، وبعدين هقول لكم على حاجه كمان مهمه، انا وانا بقفل بالخيط والابره ببقى عارفه فين الحتت اللي عايزه تتقفل علشان ما ينفجرش مني. فهناخدها بقى كده بسم الله. انا بقى هبتدي الم الجلد كده على بعضه من هنا، وايه واخيطه عادي يعني، مش ما فيهاش فن يعني. اوكي، طبعا الخيط ده انا بعد ما بحمر بقى الحمام الكداب ده بشيله، مش بقدمه كده يعني، هفضل اقفل بقى كل الجلد على بعضه. بصوا بقى خلاص، احنا خلاص اهو خلصنا، واقفل اخر حته
بس تمام كده اهي، واقطع الخيطه. دلوقتي انا خلصت العمليه الجراحيه بتاعت الحمام الكذاب وخيطته كله وحشيته وبقى شبه الحمامه جدا. مين قال عليك ان انت كذاب؟ ده انت قمر. اهم حاجه بس وانتوا بتشتروا الوراك اشتروها حجمها كبير شويه عشان تعرفوا تحشوها ويبقى شكلها حلو كده معاكم. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هاخد رشه قرفه صغيره كده على الوش هنا عليهم، هدعكها كده بيهم حاجه بسيطه خالص، وبعدين هجيب ورق المونيا على الناحيه اللي مش بتلمع، وهاخد الورك بعد ما حشيته ولفيته وخليته جميل كده والفه كده كويس واقفل عليه كده اهو. وبعد ما لفيت الحمام الكذاب بتاعي كده اهو، هنزله بقى جوه الشوربه. بسم الله يا سيدي. دلوقتي بقى انا هغطي عليه واسيبه لمده نص ساعه، وبعد كده نطلعه عشان نحمره ويبقى مية مية. وبعد ما انا سلقت الحمام الكذاب بتاعي واستوى تماما، انا طلعته من الشوربه وسيبته يهدى ويبرد خالص. وتعالوا بقى نفتحه كده مع بعض اهو، ولا باجج ولا اي حاجه. دلوقتي بقى هحط 3 مكعبات زبده كده حلوين، واحط معلقتين زيت كبار واسيبهم كده ايه يسخنوا كويس. ودلوقتي بقى هاخد الحمام بتاعي الكذاب ده اهو واحطه علشان احمره بقى ويبقى ايه محمر وزي الفل. انت كذاب انت، ده كذاب كدبه بيضة، ده جميل وزي الفل. ودي كانت وصفتنا بتاعت النهارده، حمام كذاب بوراك الفراخ. جربوها وقولي رايكم. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.